الكرا ترونسبور الماكله والانترنت الجو كيفاش داير. هادو كامل الاسئله قادرين يجوك قبل ما تخير انك تجي لماليزيا كسوا تعيش مع عائلتك وحدك ولا تجي تقرا ولا تجي تخدم ولا تجي برك تحوس سيدي تشوف الحياه كيفاش مدايره هنا. هادو كامل الاسئله اللي لازم تبحث عليهم بزاف 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 بزاف. علاش؟ باش تعرف اسكو الاختيار تاعك كان صائب ولا والو. بعد الفيديوهات اللي درتهم على العمل او عالم الشغل في ماليزيا كنت وصلني بعض الرسائل انه وجهة نظري كتير سلبية وانها ما تعكسش صورة العمل في ماليزيا. حبيت نقول لكم في الفيديو هذه انها هذه النصائح اللي نقدمهم كما قلت تحتمل الصح او الخطأ، كما انها مرآة لوش صرا لهم الناس جو قبلكم الماليزيا حوسوا على عمل وشافوا بعض المصاعب اللي انا نحوس ندير لهم في فيديو باش انت تلقاهم في اليوتيوب تتفرجهم وتتجنبهم. كامل ما نحبوش نغلطوا هذيك الغلطه هذيك ان نقروا نرحلوا البلاد ولا نروحوا نعيشوا في بلاد وكي نلحقوا تماك نبداو نشوفوا العيوب تاع هذيك البلاد ولا العيوب تاع المعيشه في هذيك البلاد. هذا تطبق على كامل بلدان العالم وذلك حتى وكان ناخذوا على سبيل المثال تونس ولا المغرب اللي جايين قراب من الثقافه تاعنا وكيفاش المعيشه تاعنا. كاين الناس ما يقدروش يروحوا لهذوك البلدان يعيشوا لانه كاين واحد الحوايج ولا الماينسز في هذوك البلدان اللي هو ماهوش حاب يتقبلهم. دونك قبل ما تروح البلاد لازم تبحث بزاف. بون بزاف خاوتي للناس اللي ما تهضرش العربيه الجزائريه ولا الدارجه الجزائريه بزاف هي كثير كثير، يعني كل ما تسمع بزاف هي كثير. اوكي باقي كلمات ما راحش ندير ستوب كل ما تجي كلمة يعني من الدارجة الجزائرية. سلامتكم ومرحبا بكم للقناة، لكل شخص مو جزائري وشايف أن القناة بتقدم نصائح لكن مو باللهجة العربية يعني البيضاء سوري ريلي سوري. قبل ما تطلع على أي بلاد لازم تعرف بزاف مؤشرات على هذه البلاد، تبدأ المؤشرات اقتصادية المؤشرات ثقافية المؤشرات ديموغرافية. علاش باش كي تروح هذيك البلاد هذيك تروح عن قناعه، يعني انت كي تلحق البلاد ما تلقاش هذيك الصعوبه هذيك مع على التاقلم، يعني التاقلم مع هذاك بالك المناخ بالك المعيشه تاعهم الجانب الثقافي ولا الديني ولا حتى الجانب كيفاش يقولوا التعليمي. دونك دائما قبل ما تروحوا تطلعوا لاي بلاد ديروا البحوث تاعكم. البحوث تاعكم هذه لازم تكون مبيزة على معلومات صحيحة، ماشي تسمعوا الهضرة اللي تعجبكم وتخلوا الهضرة اللي ما تعجبكم. دونك دائما سيو انكم كي تسمعوا اسمعوا الرأي والرأي الآخر. I think that was a TV show في كاش 11 هذي بزاف ما تفرجش تلفزيون دونك ما عباليش صح ولا المهم الرأي والرأي الآخر. الرأي هو الرأي اللي يعجبك وانت تقول ايه بيان مليحة ويخليك ما ترقدش هذيك الليلة وتقول غدوة نبداو الإجراءات باش نخرج من هذه البلاد. ولا نروح لهذه البلاد ولا نرحل لبلاد واحد اخرى. الراي الاخر هو اللي يخليك سكبتيك، يعني يخليك تقول علاه والو صعيبه ونبدل رايي ونلقى ما خير والو ما فيهاش. سي ادمجهم مع بعضهم وخرج الوسط. انا تخرج الوسط اذا لقيت باللي كلش كان سهل اقول الحمد لله يا ربي كلش كان سهل، اذا كلش كان صعب كنت 50% واجد لهذاك باش تفيسي الصعوبه هذيك. دونك دائما ديروا البحوث تاعكم واسمعوا للراي والراي الاخر. الحاجه الاخرى اللي لازم تاخذوها بعين الاعتبار هو المستوى المعيشي تاع هذيك البلاد. هذيك شغل مؤشرات اقتصاديه بحته وسوسيولوجيه ايضا. دونك شوف المستوى المعيشي في هذيك البلاد اسكو يسمح لك انت باش تخدم وتعيش بدون ما تكون تواجه بزاف صعوبات ولا لا، ولا راح تروح لهذيك البلاد ولازم تدي تو جوبز باش تقدر يو سيرفايف. دونك شوفوا المستوى المعيشي في هذيك البلاد، البصلة والبطاطا والحليب والبيض شحال يديروا باش تعرفوا نتوما كيفاش تدرسوا القضية وتخلوا شوية سايفينغ. إذا كانوا عندك دراري ولا راك جاي مع عائلة لازم تشوف المستوى الدراسي في هذيك البلاد، المدارس كيفاش راح تسجلهم في المدرسة، شحال راح يلزم لك باش تقريهم في البلاد هذيك، اسكو التعليم مجاني ولا لازم تخلص عليه، واسكو أنت تقدر you cover all those expenses يعني انك تستكلف بهذه التكاليف هذه. سو راه مليح في بالك. واذا كنت جاي وحدك وراك تخمم تكون عندك عائله من بعد شوف حال تقام لك عائله ثانيه بالك تبدل رايك وتريح اعزب. لي مورا هي الكوموديتي ولا العفايس السامبل كاع اللي تحتاجهم في حياتك اللي بالك هما يكونوا الدافع الاكبر على انك تروح لهذيك البلاد.
اعطيكم على سبيل المثال ترانسبورتيشن، اسكو متوفره ولا والو؟ اسكو كاين لي بوس لي مترو لي تران، كاين طيارات، كاين واش كاين بابورات؟ المهم ماشي الحاجه اللي تيتيليزيها بشكل يومي باش تتنقل من نقطه الف لنقطه ب، اسكو متوفره؟ اذا كانت متوفره حاجه مليحه، شكي كدا كانت متوفره ثاني بشحال؟ اسكو راح تقام لك بزاف بادجت في الشهر نتاعك، ولا كاين سبسكريبشنز اللي قادرين يسيفوا لك بزاف دراهم؟ اعرف كعام كامل هذه المعلومات باسكو راح تسيفي بزاف دراهم. نعطيكم على سبيل المثال في ماليزيا اذا بشكل يومي تهز لي ترونسبور هادو تقدر تدي سبسكريبشن اللي تولي تسقام لك النهار ب 0.5 رينجيت اللي هي 0.0125 يا 0.125 دولار. سو دائما ديروا البحوثات تاعكم بالنسبه للكوموديتيز هادو، الحوانت اسكو قرب الحوانت ولا ماشي قرب، اسكو لي زوبيت قرب ولا والو، لي كلينيك كاينين ولا ما كاينينش، باش نحكوا النقطه اللي موراها الصحه، باش تقاب لك الصحه في هذيك البلاد خاصه بالناس اللي جاوا من الجزائر. يعني على بالنا بلي الصحه في الجزائر شبه مجانيه، دونك راح تكون عندك صعيبه باش تتقبل باللي في بلاد كي تجيك توجعك الضرسه وتروح للكلينيك وينحوا لك الضرسه هذيك تخلص عليها 200 دولار. رمو قطيتها مع نفسك ما يخلصوا على الدرسة هذيك، شي انت اللي تخلصها. دونك شوف على حسب البلاد اللي راح ترحل لها الصحة فيها اسكو مجانية غالية ماشي غالية، كيفاش الطرق باش تقدر تتجنب انك تخلص مبالغ كبيرة للصحة، هذو كامل دير بحث عليهم. كيف كيما في ماليزيا تقدر تدي هيلث انشورنس اللي تكوفري حتى 70% من الصحة نتاعك وتوليش صحة ماشي مجانية ماشي غالية، هذا ما كان العامل اللي نشوفه انا ثاني الاخر اللي هو مهم هو الجانب الثقافي. يعني اسكو هذيك البلاد تقبل عنده اللي عندها ثقافه التقبل، تقبل الاشخاص اللي جايين من باك جراوند غير الباك جراوند تاعهم اللي هما الفورينرز، اسكو يتقبلوهم ولا والو؟ شوف هذه النقطه هذه لازم تقصي الناس اللي عايشين في هذيك البلاد ولا اللي مروا بتجارب اللي بالك لازم تعرفهم انت باش تكون واجد لهم. I think that's all. دونك دائما كي تجي تبدلوا بلاد راعيوا لبعض المؤشرات اللي قادرين يعاونوكم. I think رأي شخصي برك، هذا ما من النصائح اللي قدمتهم، رأي شخصي يتحمل الصح والخطأ. الله في رواحكم، فيديو خفيف، تلقاو الخميس الجاي إن شاء الله. يس الفيديو هذا كان للعمل، باسكو أنت الأول اللي راه تجي تخدم لازم تراعي هاد الاشياء هادو بالك قبل كاع ما تبدا تحوس على فرصه عمل في ماليزيا. بصح ثاني تطبق على واحد راه جاي يقرا ولا حتى جاي فاكونس برك هنا. الله في روحكم خالتي. وباش نختموا الفيديو هذا خليني نقول لكم باللي ماليزيا السياحيه ماشي هي ماليزيا اللي راح تخدم فيها تقرا فيها ولا تعيش فيها مع عائلتك. فاذا كي تحب سقسي واحد اللي عاش في ماليزيا قرا فيها ولا فوت مدة معتبرة من الزمن باش يقدر يقدم لك نصائح بالإنجليزية accurate. إذا ما كنتش تعرف accurate go check accurate in English. الله في رواحكم، ما تنساوش إذا تعرفوا كاش واحد أو حاب يعرف أكثر على الخدمة في ماليزيا بارطاجيو معاه الفيديو هذه ولا البلاي ليست. الله في رواحكم والسلام عليكم.